4 أشهر إعلان التحرير، وبعد 7 أشهر انتخاب المؤتمر الوطني العام، وبعد 4 أشهر تعيين الحكومة الانتقالية الثانية، قد حققت الثورة 17 فبراير أهدافها، وقد تم القضاء على كل المؤامرات التي تحاك ليلا ونهارا من أسلاف النظام السابق. كيف ينظر الليبيون والليبيات لذاتهم في الفكرة الثانية لثورة 17 فبراير؟ هل هم سعداء بما وصلوا إليه حتى هذه اللحظة؟ وهل هم راضون عن أداء الحكومة الانتقالية وعلى الإنجازات التي حققتها؟ هذا إن كان هناك أي إنجازات في هذه الجولة سوف نستطلع آراء شريحة من الناس ونسألهم عن آمالهم وتطلعاتهم في الفكرة الثانية لثورة 17 من فبراير. ها هو ميدان الشهداء، وقد اكتظ بالمحتفلين هنا في قلب طرابلس، يحتفلون بالذكرى الثانية للثورة 17 من فبراير المجيدة. ما زلنا في ميدان الشهداء، وهذه المرة نلتقي بالمحتفلين الليبيين بالذكرى الثانية لثورة 17 فبراير، وهذه المرة نلتقي بالمحلل السياسي المعروف الأستاذ جمعة الماضي.
النيابة وأداء المؤتمر الوطني العام. ضعيف وبسيط ودون المستوى، ولكن سنستمر في النقد الموضوعي وفي الضغط من أجل أن يرتفعوا أدائهم ويحسنون إلى برلمان. ها هي سماء طرابلس تتزين بالألعاب النارية وبالبالونات الهوائية. بهذه المناسبة العزيزة الذكرى الثاني 17 فبراير المرة الأولى تقديمها
في المرحلة القادمة، مرحلة البناء والتغيير، حتى يصبح بلادنا في مراتب الصفوف الأولى في دول متقدمة. حفظ الله ليبيا وعاش حرة أبية. كان معكم من شيء أمريكا، ميدان الشهداء، طرابلس، ليبيا.